أهلا بكم. أفرد مصدر جد موثوق لموقعنا أن أحمد خشيش يعيش أحلك أيامه بعدما وصلت الزوعة التي اطارتها ابنته بسيارة جهة مراكش سفير القصر الملكي. مصدرنا كشف أن خشيش الذي راكم فضائح تبذير 4300 مليار سنتيم تل المخطط الاستعجالي الفاشل بشهادة قضاة إدريس جدو أصبح رأسه مطلوبا في أقرب زلزال ملكي سيطيح بعشرات المسؤولين الترابيين، خاصة عقب إدراج بلديات ورؤساء جهات ضمن المغضوب عليهم وعلى تدبيرهم. رئيس جهة مراكش السفي الذي كان إلى وقت قريب يحمل الكارت بلانش لدخول القصر الملكي متى شاء أصبح مغضوبا عليه، خصوصا بعدما تبين أن مثل هؤلاء المسؤولين لا يعير أي اهتمام لخطابات الملك ودعوته إلى أعطاء المثل في تدبير معقل للشأن العام، وأصبح غير مرغوب فيه رغم صفات المكلف بمهمة بالديوان الملكي، وهي الصفة التي ظل يستغلها كما يستغلها أفراد عائلته ومقربوه. مصدرنا شدد على أن خشيش ينتظر عفاءه خلال الفترة المقبلة بحكم علمه بدواليب القصر الملكي، بينما نأى أمين حزب الأصالة والمعاصرة إلى ضرورة ترشيد التدبير المرفق العام، خاصة وأنه يمثل حزب الأشرار وترأس الجهة باسمه.